احتفلت كنيسة تومار شرب للمارونية في عمان بأحد وأسبوع البيان للقديس يوسف خطيب مريم البتول، وذلك في قداس إلهي ترأسه الأبسة مرزا كنون بمعاونة شمامسة الكنيسة. وبعد قراءة الإنجيل المقدس تحدث الأبزة كنون منطلقا من الآية: ولما قام يوسف فعل ما أمره به الرب. وقال الأب سامر زكنون: إن مسيرة التجسد هي الجلاء والبيان، أي الكشف عن الحقيقة الصعبة، حيث كشف يوسف مهمته وعرف من الرب ما هي دعوته وكيف يكون في حالة مصغية تماما حيث لا يوجد أي تشويش. الذي آمن بكلام الرب، الذي أعطى هذه الثقة لكلام الرب أن يعمل بها. فإذا إيمانه، ثقة بالله، جعلت دفعة أن يقوم بما يأمره الرب، مش غصب عنه، مش لأنه مجبور، إنما بطواعية صادقة ونابعة من هذا الإيمان. من هنا إيماننا يلي بيدفعنا نحن اليوم أن نقوم بما يأمره الرب لنا، مش لأنه نحن مجبورين، ما عم بيأمرنا لأنك أنت مجبور، لا، إنه يأمرنا لأنه بكل بساطة إذا أنت عندك ثقة بكلام الله، حاطت ثقتك بالله، فلا تخف، لا تخف يا يوسف، لا تخف يا زكريا، لا تخاف يا مريم، لا تخاف يا عواطف، لا تخاف يا ميري، لا تخاف يا غسان، لا تخاف، لأن كلمة الله هي الحاضرة معك تنزع من حياتك كل خوف، وهذا النزع يجعلك حر إنك تقوم بما يقوله لك الرب. هذا هو مار يوسف يلي هاي السنة أعلن البابا، السنة يعني من قبل بأسبوع لحد السنة الجاي هي سنة مار يوسف البتول، الذي سمع كلام الرب وفعل كما أمره الرب. من هنا إخوتي نحن بحياتنا اليومية مدعوين يلي كلمة الله عم تنعلن لإلنا كل يوم، عم تنعلن لإلنا كل أسبوع، أن نسمع هذه الكلمة ونعمل بها. وكلمة ربنا لإلنا بسيطة جدا، وخاصة بهالزمن يلي عم بيشوبوا كتير من المصايب والمصاعب والأمراض. الذي يسمع كلمة الرب أن يعمل بها، وهي كلمة بسيطة: أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. وختم عظته بالتأكيد على أهمية سماع كلمة الله والعمل بها، وعلى إيقاع ترنيمة قلبي مهيم غارة. تقدم المؤمنون من سر القربان المقدس شاكرين الرب الإله على عظيم نعمه الإلهية.